الحمد لله المتفرد بالألوهية والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العزة والكبرياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت يوم العرض من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. أيها الإخوة الكرام، إن مما يشرع هذه الأيام كثرة التكبير وذكر الله، كما قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام عشر ذي الحجة. وكذلك يستحب كثرة الذكر فيها لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، ما أجل معناها! الله أكبر، ما أقوى أثرها! الله أكبر، ما أعظم ثوابها! بالتكبير تفتح أبواب السماء، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كما أخرجه مسلم. الله أكبر كبيرا، جلال لله وإجلال لجنابه، وعلو لله وسمو لصفاته، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله أكبر تحيا القلوب بتردادها، الله أكبر ما أحلى النداء بها، كأنه الري في الأرواح تحييها. الله أكبر من كل شيء، وقوته لا تغلبها قوة، وعظمته لا تجاريها عظمة. ومن علق قلبه بالله حماه، ومن توكل بالله كفاه. الله أكبر، كل هم ينجلي عن كل قلب مكبر ومهلل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل وأرحم من أن يترك عبده المتعلق به واللائذ بجنابه. وكلما قوي علم العبد بالله بأنه الله أكبر، زادت عنده الخشية والمهابة والمحبة، وحسن عنده العبادة، وذاق لذة الطاعة، وعندها تقبل النفوس على طاعته وتتوجه إليه وتحبه وتتوكل عليه. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الكبير، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويصطفي من يشاء. عنت له الوجوه، وذلت له الجباه، وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه كل كبير. وهذا الإيمان واليقين بكبرياء الله وعظمته سبحانه يجعل الألسنة تلهج بذكره وشكره وحمده والثناء عليه وتمجيده، وتتذلل الجوارح كلها لعظمته عبادة ومحبة وتعظيما وإجلالا واستكانة. وما أتت بقعة إلا سمعت بها،
الله أكبر تسعى في نواحيها. إذا علوت مرتفعًا فكبر الله تذكيرًا بعظمة الله وعلوه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما علا شرفًا من الأرض أو أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، كما في الحديث الصحيح. الله أكبر قرين التسمية عند التذكية، الله أكبر تقال عند الجمرات وفي صعيد عرفات، الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود، الله أكبر تقال عند السفر وعند إرادة السفر، الله أكبر تقال أدبار الصلوات وفي الأيام المعلومات، الله أكبر تقال عند الرقاد وتشرع في ليالي الأعياد. قال ابن تيمية رحمه الله: التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة. الله أكبر ما أعلى أياديه، تبارك الله تمت نعمة الله، كبروا فالله أكبر. كيف نشكو علة والله أكبر؟ كبروا فالله أكبر. عندها الأحزان في الأعماق تصغر، كبروا فالله أكبر. كل قلب بعد كسر سوف يجبر بإذن الله. الله أكبر مع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هن الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكبير الله وذكره لا يعذر بتركه أحد، هو شعار هذه الأيام. في صحيح البخاري أن أبا هريرة وابن عمر كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى خلف الصلوات وعلى فراشه وعلى فسطاطه ويكبر في مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، أخرجه البخاري. ويستحب رفع الصوت بالتكبير، قال مجاهد لرجل يكبر: أفلا رفعت صوتك؟ فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر بالمسجد فترتج بها أهل المسجد، ثم تخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام أيام عظيمة، حق هذه الأيام علينا أن نتفرغ للعبادة فيها، فهي أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ولذلك نجتهد فيها قدر ما نستطيع. كان سعيد بن جبير إذا دخلت عليه العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً أفضل من جهاد لم يذهب معه نفسه وماله. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اجمعنا ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا في فردوسك الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.